توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي في مصر مع استمرار الحكومة المصرية في زيادة استخدام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركاً رئيسياً للنمو في مصر على المدى الطويل. رغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم وألقت بتأثيرها على الكثير من الدول، إلا أن التقارير الدولية لا تزال تثق في نمو الاقتصاد المصري، ما بدا واضحاً في موافقة المؤسسات المالية العالمية على إقراض مصر ثقة في اقتصادها وقدرته على جذب الاستثمارات. لعل أبرز القطاعات تحقيقاً للمكاسب قطاع التشييد والبناء، فرغم الأزمة توقعت وكالة فيتش أن يحتفظ سوق العقارات المصري بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. التقرير أشار إلى أن الاستثمار المستمر بمجال البنية التحتية سيظل محركاً رئيسياً للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصاً مستمرة للشركات. توقعت الوكالة توسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4% بين عامي 2024 و2027. وتشير التوقعات إلى أن مصر سوف تشهد دوراً أكبر لرأس المال الخاص، لا سيما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما عزز الثقة لدى المستثمرين. تأتي مصر حالياً في المركز السادس إقليمياً والمركز السادس والعشرين على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء، مسجلة بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهي أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالي. أكدت الوكالة أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزاً قوياً للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة على سبيل المثال. يعني ميجوا يلاقوكي بتبني 18 مدينة في نفس الوقت، الناس بيجي لها ذهول، والكلام ده كله بيتم في نفس الوقت. رغم كل هذا الاستقرار الذي يتمتع به السوق المصري، زعمت وسائل أعلامية طالما ناصبت الأعداء لمصر تأجيل بعض الشركات العالمية العاملة في مصر بعض استثماراتها لحين استقرار أوضاع السوق هناك، ولعل ما حققته الشركات العقارية العاملة في مصر دليلاً ومحفزاً على رغبة تلك الشركات في زيادة استثماراتها هناك، فقد نجحت أكبر 5 شركات في تحقيق نمو في مبيعاتها خلال عام 2022 تجاوز 143 مليار جنيه بحسب ما ذكرته شركة The Board Consulting للاستشارات. دليلاً آخر أضافته شركة الدار العقارية على رغبة الشركات في التوسع بالسوق المصري، والتي سبق واستحوذت عام 2021 على شركة سودك إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، فأعلنت تحقيقها أرباح بلغت قيمتها 21.3 مليار جنيه مصري خلال العام 2022، ما يعادل نمواً بنسبة 87% على أساس سنوي، ووصول قيمة مبيعات والحجوزات على الوحدات السكنية إلى 3.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023، وبلوغ أرباحها المتراكمة إلى نحو 35 مليار جنيه.
يتمتع السوق العقاري المصري بركائز متينة وجاذبة تشجع دائماً الشركات على ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل للتوسع بالعمل في مصر ومضاعفة حجم أعمالها، خاصة مع النظرة المتفائلة من جميع المؤسسات المالية العالمية لهذا القطاع مستقبلاً. إحنا لو بصينا على قطاع التطوير العقاري من 2016 لغاية دلوقتي فالقطاع مستقر تماماً.